كويسه للازمه اللي احنا فيها حاليا عشان خاطر يخرج لبر الامان باللعبه دي، لانها لعبه مهمه جدا 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 لمصر. دي الميداليات الوحيده اللي بتبقى مضمونه. طيب لازم بس معلش هنقف شويه مع استاذ دعاء بدر والاستاذ حسام زايد، وهنطير لاسكندريه والبطوله العربيه لكره السله وكابتن طارق الغنام المدير الاداري للفريق. كابتن طارق الف مليون مبروك الفوز النهارده على نادي اتحاد السكندري المحترم. الله يخليك كابتن خالد، الحمد لله رب العالمين. بقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ماتش صعب والحمد لله بفوز النهارده الحمد لله رب العالمين. قول لي النهارده مباراه صعبه مع فريق كبير زي الاتحاد السكندري، بكره خلاص عدينا المرحله دي، كل جماهير النادي الاهلي بتطالب بمكسب البطوله العربيه اكيد كلنا نتمناها، شايف مباراتك بكره مع نادي الكويت الكويتي ازاي؟ طبعا عايز اقول مباراه مهمه جدا، بتاعه مباراه قويه جدا في الكويتي، فرقه لا يستنديها خالص، فرقه على مستوى عالي جايبين اثنين محترفين بارقام سامعين ارقام مهوله، فرقه تحترم معانا من اول، شفناها من الاول خالص دوري المجموعات دور المجموعات معانا في اسكندريه وصلت الاتحاد، فشايفينها وعارفينها ان شاء الله رب العالمين، لعبتنا رجاله وقدها وان شاء الله نفرح جمهور الاهلي بكره باذن الله رب العالمين. باذن الله نفرح جمهور الاهلي، لكن بيني وبينك 68 68 واعصابنا راحت معاكم، شفتها شفت النقطه دي ازاي؟ ما فيش حل، هو احنا ايه نتفق ان ماتشات الباسكت كلها هو ده الوضع، مهما فرقه الاتحاد كبيره ليها اسم عندهم مع بعض بقى لهم فتره كسبانين معاهم مدرب طبعا على مستوى عالي كابتن مرعي، فلا يعني ويمكن كمان ناقصين، فطبعا هم فرقه محترمه وتحترم جدا، احنا النهارده لعبتنا رجاله وقد المسؤوليه ومركزه وان شاء الله رب العالمين تكمل على خير يا رب العالمين يا رب العالمين. يا كابتن طارق الف مليون مبروك، وبارك لكل نجومنا رجالتنا، وبارك لمدير الفني اوجستي، وكلنا بسبورت ليكوا جامد جدا. رساله اخيره الى جمهور النادي الاهلي في ال 24 ساعه دول، مطلوب منهم ايه عشان يسبورتوا الفريق؟ عايزين يدعوا لنا ان شاء الله هنبذل اقصى ما عندنا، معانا مدرب فني محترم عامل فرقه مركز مع الفرقه، فكر جديد مختلف بنوعدهم ان شاء الله يستحملونا، معلش انا عارف ان احنا دايما بنطلب منهم الطلب ده، بس يدعوا لنا وان شاء الله ربنا يكرم ونوعدهم باذن الله نبذل اقصى ما عندنا باذن الله رب العالمين باذن الله رب العالمين. كابتن طارق الف مليون مبروك، وان شاء الله بكره هنتابعكم وباذن الله نبارك لكم باذن الله بمكسب بطوله عربيه، كل جماهير النادي الاهلي وراكم وان شاء الله تبسطونا بكره زي باذن الله تكون فتحه خير على فريق الباسكت. كابتن طارق غنام بنشكرك شكرا جزيلا. يا كابتن حسام، فرقه الباسكت في النادي الاهلي